شنو وليتي تطلع الحساب الخوت؟ شنو نكونوا بصراحة، شنو وليتي تطلع الحساب؟ هو المحتوى، هو الفيديوهات، دير شي فيديو تيعجبو الناس يهجمو عليك، تيبقاو يضيفوك 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 تيطلع لك. اما باش تمشي تقول لي ضيفني نضيفك نضيفني نضيفك، بعد المرات راه كتمشي كتبقى تضيف دام وتحط صناديق وهادي وتي صافي وتيضيفوك الناس 300 تجيك اضافة، ولا تيبقى شي واحد يحلف اقسم بالله الا درتي تم كومونتير نعطيك 10000 متابع، تجيك غدا تلقى 10000 متابع، 20000 انا نصيفطها عليك غتجي من عندي وكذا. وفي الاخر ما كاين والو، شويه تيقول لك اجي فلان وكبس، ماكش كدير عندي هنا في اللايف، كبس كبس وكيبقى يعطيو الاوامر وكبس، دير ضيف واحد 50 واحد، هو تا هو مسكين تيضيف 60 كاع، تيضيف 60 واحد وفرحان وهادي، وتياخذ هذيك الاضافات كاع اللي جاتو قدامك اضافه 300، يقول الله حمدك يا رب، شفت 300 واحد مزيانه صافي، تيبغي يعرض عليهم كاع اتاي ولا الشوا ويشوي ليهم وفرحان، يمشي ينعس الغد الغد كيف يقتل يلقى خمسه اللي بقاو خاصو يربطهم، واش غدير دير لهم اللصقه ولا ما عرفتش، كيطيروا اصاحبي والله الا تيطيروا، ما فاهمينش معنا ما فاهمينش. والله راضي كيبقى يدور الرحمه. يا الله تحياتي يا خوت، هذه غير نصيحه خفيفه ظريفه.